عسلامة. عسلامة. سمعت أمومي مدير معرض تونيزيا هيلث إكسبو. تونيزيا هيلث إكسبو هو معرض دولي للصحة يقع السنة في دورته الخامسة من 7 إلى 10 مارس. المعرض هذا يبدأ عام 2010 ويقع كل سنتين. هو معرض مختص في كل ما يتعلق بمجال الصحة على مستوى العرض بتاعه، من خدمات، من معدات، من كل ما يتعلق بالمجال الصحي. والدورة هذه بتكون دورة استثنائية بحكم نوعية المشاركة على مستوى العارضين من تونس ومن خارج تونس، وخاصة بالتنظيم أول مؤتمر لقطاع السياحة الصحية في تونس. أنا سي لو برومي كونغري دو توريزم ميديكال ان تونيزي، سمينا تونيزيا هيلث كير كونغرس، اللي باش يكون فرصة للتباحث في مجال السياحة الصحية، تقديم السياحة الصحية على المستوى العالمي، وكذلك تقديم الإمكانيات التونسية بالنسبة للزوار الأجانب، لأنه احنا من اللي بدينا المعرض نركز خاصة أنه المعرض يكون عنصر من عناصر دعم تصدير الخدمات الصحية التونسية والمواد الصحية التونسية كالأدوية. و هذا الصدد نستدعى وفود أجنبية للحضور معناها المعرض كل سنة. بمناسبة المؤتمر السنة عندنا ما يقارب 12 وفد أجنبي معناها من بلدان مغاربية وبلدان إفريقية باش يحضروا، وحتى وفود رسمية تلقسها وزراء كما السودان باش يكون وزير الصحة السوداني على رأس وفد مهم، وزير الصحة البنيني كذلك على رأس وفد مهم، ووفود من موريتانيا، من مالي، من عدة بلدان إفريقية أخرى باش يكون حاضر في المعرض وفي أشغال المؤتمر. المؤتمر اللي باش يكون على نهارين 8 و 9 مارس، واللي باش يكون فيه محاضرات الخبراء الدوليين معناها منظمات دولية كبيرة كيما الأورغانيزاسيون مونديال دو توريزم ولا فيدراسيون انترناسيونال ليدروثيرابي ولا دي زورغانيزم معناها أجانب في بلدانهم معناها مشهود لهم بالخبرة سافوار فير في ميدانهم كما ميدان لاكريديتاسيون دي زيتابليسمون دو سوان، كما ميدان الكوميونيكاسيون لانه في الكوميونيكاسيون في مجال السياحه الطبيه عندها خصوصياتها، وكذلك حتى مجال استعمال الوسائل الحديثه في التعريف والاشهار لقطاع الخدمات الصحيه وقطاع السياحه الصحيه. بارك الله فيك، ميرسي.